مثل هاليوم طبعا صباح الاثنين استفقنا كلياتنا على هيدي الفاجعة الكبيرة، فاجعة الزلزال. خسرنا كثير، تألمنا، عشنا لحظات صعبة، كان في حالة استنفار كامل، يعني أفراد طبعا مجتمعات بكل القطاعات الموجودة بهيدي المحافظة اللي فعلا كانت ليلة منكوبة. يعني كان لكل طبعا فرد، كانت لكل جهة دور كثير كبير، مهام صعبة مع حالات خوف، قلق، سرعة بالإنجاز. يعني بدهم يحاولوا كانوا قدر الإمكان ينقذوا كتير من الأرواح وكتير من الضحايا. الدفاع المدني كان له هيدا الدور الكتير كبير منذ الساعات الأولى، اللي فعلا كان في حالة استنفار كامل، سواء كان باللادقية أو حتى جبلة، يعني بهيدا المناطق المنكوبة. مع الأسف يعني كان هيدا الاستنفار ليحاولوا قدر الإمكان ينقذوا عدد كتير كبير مثل ما ذكرنا من الضحايا. لا طبعا نحكي أكثر عن هيدا التفاصيل، كيف كانت الجهوزية، كيف كانت الأولويات للدفاع المدني، أيضا كيف عم بيتابعوا لحد هيدي الساعة عملهم على أكمل وجه وبكل الإمكانيات المتاحة. سعدنا نرحب معنا بالاستوديو المقدم على مبارك رئيس وحدة جبلة للدفاع المدني. بنقول لك يسعد صباحك سيادة المقدم، والحمد لله الحمد لله على السلامة. الله يسلمك، اهلا وسهلا فيك. يعطيكم العافيه، يعني على الجهود اللي قدمتوها وما بخلتوا ابدا بتقديم المساعده من اول لحظه بالزلزال لحد هلا، فكيف كانت اولوياتكم من الساعات الاولى سياده المقدم؟ هلا نحن كدفاع مدني، نحن منظمه انسانيه، عملنا انساني، وهذا اقل من واجبنا انه نقدم اي او من ندخر اي امكانيه في هذا السبيل. هلا بالساعات الاولى هو توقيت الزلزال كان توقيت كثير صعب صراحه، العالم كله نايمه. الشغله الثانيه، نحن بسوريا متعودين على شيء اسمه هزه، اللي صار هون بسوريا اسمه زلزال وليس هزه. لحد هلا سيف علامه تقول نحن صارت هزه، صار زلزال. اللي صار اكثر انه العالم تاخرت بالاخلاق كثير. هلا انا كشخص كثير بتجيني انه نحن شو بنسوي اذا صارت مع المره اللي بعدها واللي بعدها، نحن شو بنساوي؟ انا بقول لهم اخلاق فوري، اخلاق الطوابق السفليه، اخلاق الطوابق العلويه على السطوح. اما كثير صار حكي انه تحت عتبه الباب، تحت جنب العمود، لا انا ما بنصح فيها ابدا، لانه بده يقلب العمود عليه. اخلاق مباشره الطوابق السفليه لبرا على السطح سياده المقدم، السطوح افضل. هلا انا برجع بقول لك الاخلاق افضل شيء، بس نحن الطوابق العاليه اللي ما بتقدر توصل لتحت على السطح، على السطوح، لانه اخلاق اهم شيء الاخلاق. اما اللي انحكى انه قلب الدرج مثلا او حتى بيت الاسانسير او سقيفه الحمام، لا ابدا، ما حكي يعني حكي انا غلط. اخلاق سواء على السطوح او سواء اخلاق من البناء، لمن يستطيع الاخلاق بشكل مباشر. طبعا نعم. اللي صار برجع بقول لك احنا مو متعودين، يعني لحد ان احنا مثلا لما تصير هزه مثلا انه كان ناخذها بشغله فكاهيه، يعني لك والله في هزه، في هزه امشي تعال نحس فيها. صارت زلزال وكانت كوارثه كثير كبيره صراحه. يعني خلينا نحكي اكثر سياده المقدم، كيف يعني مع الساعات الاولى بمدينه جبله، يعني شفنا هي الاضرار الكبيره مع الاسف، كيف تعاملتوا مع الساعه الاولى من وقوع الزلزال؟ يعني هل مباشره توجهتوا للاماكن المتضرره وللمواقع؟ طبعا نحن كدفاع مدني جاهزين، جاهزين جهوزيه تامه، طواقم مستنفره. يعني كنتوا مستنفرين طبعاً باماكن طبعاً عملكم، يعني دائما اغلب ممكن يكون حسب يعني شغله من ببيوتهم. لا مستنفرين، مستنفرين نحن في طواقم جاهزه، عندنا عدد طواقم، سواء طواقم انقاذ، طواقم اطفاء، طواقم اخلاق، جاهزيه تامه. طبعا جاهزيه تامه، هذول الطواقم متناوبين، يعني المناوب ثاني يوم او ثالث يوم نحن مثلا ببدل، بس في طواقم متواجده. لما صارت الحادثه مباشره البيت وقريب التحق معي مباشره، يعني احنا خلال اقل من خمس دقائق كنا بالمواقع بجبله. طبعا الكارثه كانت كثير كبيره، الطواقم اول شيء ما كانت كافيه انه لنغطي كل هالمواقع، يعني حتى في مواقع احنا تفاجأنا انه فيها مثل السعاليه، السعاليه فيها اكثر من 12 بناء واقع، الرميلي والى اخره، طواقم كانت غير كافيه، المحافظات يعني اقل من نص ساعه، ثلاث ارباع الساعه كانت طرطوس عندنا هون، الحمص، الشام، يعني كله مؤازرات يعني مباشره. صارت نحن الدفاع المدني بكل المحافظات كتف واحد، لنا قياده وحده مباشره توجهت لمكان، سواء على جبله او سواء على اللاذقيه او حتى سواء على مناطق اسطامه.
نعم. كان في صعوبات أعاقت عملكم خلال هذه الفترة؟ يمكن شوي دور المجتمع الأهلي والأهالي يمكن أنهم كانوا بهول الصدمة ومصدومين من الحدث اللي صار، قد يعني عملوا شوية إعاقة ببعض المحلات أو كان الوضع طبعا كمان. نحن عتادنا منيح، يعني عندنا عتاد كويس مثلا أنه قادرين نحن نشتغل فيه. الأهالي تمسكني من هون، انت انا بدي اخذك عبيتي لعند انا مثلا مرتي هون، انا ابني هون. نحن كطواقم كانت كارثه كثير كبيره، ماني انا قادر اني لحق على كل العالم، بس انا بدي ادور على ناجين انه احياء. وبالفعل انا نشرت للعناصر، نشرت الشباب المتواجدين، اي صوت بتسمعوه خبروني لحتى انقذه الضحيه الله يرحمها راحت. بهمني انه اذا حدا الارواح اللي عايشه. نعم. وبالفعل انا اول ربع ساعه انقذت اكثر من 6 اشخاص كانوا مختنقين نتيجه الغاز. هلا بحكي لك انا في كثير تدابير نحن لازم نتخذها. تمام. بشكل كثير مهم يعرفوا الاشخاص بعد هذه الكارثه شو هي ممكن التدابير اللي تصير ضمن المنزل حفاظا على امانهم في حال لا سمح الله صار اي كارثه. انا بقول لك قسم كبير من الضحايا ما مات من الردم، لا مات خنق، منه ما تخنق نتيجه الغاز. احنا جرة الغاز لازم نسكرها قبل ما ننام. لما صح. وقع الردم انقطع النبريج، تهرب الغاز، اطفال كانوا ما حالهم شيء ابدا، طفل حجمه صغير ممكن يكون ما تخنق. خنق يعني نتيجه الغاز، استنشاق الغاز. طبعا استنشاق الغاز. الوقود كثير عانينا منه، الوقود المازوت او البنزين متواجد ضمن البيوت مثلا جوات البيوت كثير كمان عانينا منه. موضوع لازم يكون مثلا هدول برا على البرندة، ينحطوا على البرندة بمستودع خارج البيت. جرات الغاز نحن كتير أثرت علينا كتير، يعني نحن ما نحفر ما نشم ريحة الغاز موجودة بقلب البيوت. هلأ إذا التدابير هي كلها، نحن كدفاع مدني عندنا دورات مجانية سواء قطاع شعبي أو سواء قطاع حكومي، عندنا دورات بشكل اسبوعي بشكل دوري دائما كل ايام السنه. اي حدا بيحب يتبع دوره مجانيه. طبعا هي دورات مدنيه، يعني مدنيه طبعا بتخص بشكل عام طبعا المواطنين. طبعا وانا مع هذا الموضوع فعلا طبعاً. حتى يكون المواطن مدرب ومجهز ل انا كشخص لما صارت الحادثه ساكن بجبله، انا خلال يعني انا كوني متبع دورات وكوني بعرف عملي، انا اخليت مباشره الموضوع. انا اخذت عائلتي وركضت لبرا وطلعت، يعني خلال 3 دقائق انا كنت من اخلى المنطقه وماني عارفان انه بالفعل انه في ابنيه متهدمه، لحتى كان في ضغط كثير على الشبكه. عندنا نحن خطوط ثانيه خبروني انه في بيوت وكثير انه متهدمه. كيف تم الضبط بهيك طبعا لحظه سياده المقدم لما نحن بنشوف طبعا المواطنين خايفين، الهلع، الخوف، في كثير كان فوضى خوف، يعني هي اكيد نحن المواطن ما بنلوم الاشخاص. هلا هي العالم كنا نحن على البحر، العالم خافت من شيء اسمه تسونامي. طبعا كان في كثير اشاعات وتخوف. تسونامي انا هي الفكره بدي انوه عنها، ما بصير بالبحر وخاصه بالبحر المتوسط. طبعا البحر المتوسط عباره عن بحر مغلق، كميه المياه اللي فيه كثير قليله بالنسبه للمحيط. التسونامي بصير بالمحيط او بصير بالبحر على اعماق ممكن يمتد المياه شوي صغيره ل على الشارع، بس مو اكثر من هيك. موجات عاليه بالبحر طبعا بدك كميات كثير كبيره من المياه حتى يصير تسونامي. اثناء الزلزال هي المواطنين ما بيعرفوها، بترجع المياه عدد امتار لورا، وهذا الشيء اللي خوف الناس تماما. هذا اللي عالم خافت من تسونامي ابصر بالبحر، ممكن المي تمتد عده امتار، يعني نتيجه الحركه الطبيعيه للارض اللي كانت لانه صار في ضغط. اما ما بصير العالم هون. وانا كنت ما اشتغل ببناء الغزالات هو على البحر تماما، بيحكي معي عالم انه احنا بالرميلي يلي هي بعيد عن البحر اكثر من 3 كيلومتر، العالم هربت قال شافت بالبحر تسونامي وانا على البحر متواجد. الاشاعات كثير كانت. كيف تعاملتوا؟ هي كنا عم نحكي عن الفوضى، كيف تعاملتوا معها؟ تعاملنا بالفوضى صدقا كانت كثير صعبه لانه العالم فاقدي احبتها، العالم فاقدي اطفالها، صار في فوضى. تعاوننا مع الجيش مباشره، نزل على الساحات صار ينظم لنا الموضوع. بدنا ناخذ العالم بنوع من نحاول الصدر انه احنا جايين نساعدكم، بس اعطونا وقت. في قسم من الاهالي ساعدنا، المعدات ثقيله صارت تحاول تساعدنا انه تحملها معنا انه مشان الله انه كذا، منهم صاروا يحاولوا يساعدونا. الشرطه اللي مثلا دوامه بعيد انضم لإلي صار يتعاون معي.
كانت في نوع من النظام انه كل واحد ضمن الحكومه انضم لي صار اسمه دفاع مدني. وانا بهيك مواضيع بالفعل كل شخص اسمه دفاع مدني بهيك موضوع. صح لازم نتبع يعني العزيمه قويه والاراده موجوده لتقديم المساعده. انما خلينا نحكي اكثر بموضوع الاليات والكوادر البشريه اللي ممكن تكون موجوده ومنتشره بهيك حالات وبهيك كوارث. سياده المحكمه هلا نحن كالياتنا جاهزه والدولة حاطة أولوية لهالموضوع هذا أنه إحنا ما هي حالة إنسانية. ممكن مثلا بلحظة واحدة يصير عندي غريق. إحنا مهمتنا كل شيء بيخص الإنسانية ما بين حتى البراكين. إحنا كمان مختصين فيها مع أنه معنا براكين بسوريا بس نحن مختصين بكل هالمواضيع هاي. كأليات جاهزين ككوادر بشرية إحنا كوادرنا كتير متدربة كتير. عندنا طواقم صحية، طواقم ممرضين، طواقم للأنقاذ، طواقم حتى للضفادع البشرية حتى للأنقاذ. من شان المعدات والآليات احنا محاصرين من 12 سنة. ففي نوع من يعني في نوع من التقصير من الدول الثانية اللي هي محاصرتنا انه موضوع الصيانة. بس نحن معداتنا انه قادرة على اي أزمة ان شاء الله. يعني حاولتوا بالإمكانيات المتاحة أنكم تقدموا المساعدة والمساندة للأهالي قدر الإمكان. طبعا إذا بدنا نحكي نحن عن إسعافات أنتم بتعملوا كتير تدريبات، يعني ذكرت تدريبات ميدانية طبعاً. من أجل طبعا مواجهة الكوارث وأيضا إسعافات أولية. هل قمتم بإسعافات أولية طبعاً. كدفاع مدني؟ نحن بكل نسميها زمرة، بكل زمرة بيكون معها سيارة صحية بطاقة بالكامل، سيارة صحية مجهزة بكل التجهيزات من صدمات الكهربائية، متواجد في كل شيء مع الطاقم الصحي المدرب مع عتاده الكامل. نحن لما إذا منطلع الضحية وبحاجة لتنفس اصطناعي متواجد معنا عالم خاصة بالتنفس الاصطناعي، في كوادر متخصصة تماما. نحن بنحطه بالسيارة الصحية المصاب وبناخده مباشرة على أقرب مشفى. بس أثناء رحلتها هون ممكن ننقذ روح. صح تماما. هون في عالم مدربي للتنفس الاصطناعي، في عالم مدربي لجهاز الضغط تاخذ ضغطه. كل هالمواضيع موجوده عندنا بالطاقم. بالزمر، الزمر بيكون فيها اكثر من اليه، كل اليه مختصه بنوع محدد، سواء كانت صحيه سياره صحيه، سواء سياره انقاذ او سياره اطفائيه. تمام. سيادة المقدم ذكرت انه يعني من الاجراءات لازم نحن نتخذها ببيوتنا تجنبا يعني الحوادث والكوارث اغلاق جرة الغاز. كثير من الاشخاص قالوا في حال حدوث زلزال انه يكونوا تحت تخت او تحت طاوله انه احموا راسكم. فيعني كيف هي ذكرت الاخلاء هو اكيد بالمرتبه الاولى هو بيكون، انما ضمن المنزل عوامل الامان اللي لازم تكون موجوده، او الشخص يعني بفيق انه مصدوم ما بيعرف شو بده يعمل، فشو لازم اول شغله انه يعمل في حال ما قدر يطلع من البيت؟ اذا ما قدر يطلع يتجه على الزوايا، على زوايا البيت. لانه هلا اذا بدي اقول لك اياها كرياضيات او كعلم مثلا، انه البيت لما بده ينزل بده ينزل باتجاه مثلا زاويه الاضعف، يعني ما راح ينزل البيت بشكل كامل، بده يحاول ياخذ زاويه، ما يضل بنص البيت، ما يضل بنص الغرفه، ياخذ زاويه. هلا انه يحمي راسه هي اكيد اساسيه، بس ما راح في يحمي راسه. هو اكثر شيء لازم يعمله ياخذ حجم صغير له، يعني ممكن يسوي بالطريقه هي انه يسوي حاله انه انا مثل يعني يتكوم على حاله بقل حجمه. تمام. بقل حجمه ياخذ زاويه ويقعد فيها انه انا بهالزاويه هذه. اثنين، هلا نحن مثلا لما بدنا نبحث بهذا البناء على ضحايا او على ناجين، نحن بنرسم مباشره مخطط وين غرف النوم والمطبخ وين السقيفه. فنحن كثير كان في عالم مثلا متواجد على قاعده الدرج، متواجدة بغرف النوم، في عالم كانت نايمة ما فاقت، في عالم شلناها عايشة بغرف النوم عايشة ما حالها شيء. طفلة أنا ما هي طفلة كانت تخت قالب عليها، يعني صار التخت طبعا تخت والفرشة حميتها حموها. يعني احنا ما فينا نقول انه تحت التخت ممكن يحمى، هي طفلة كانت فوق التخت والتخت قلب عليها وحماها في فرشة. اما لو كانت تحت التخت كان وقع عليها، كان وقع عليها وكانت صارت ضحية.
طبعا يعني هي بالنهاية بتقدير رب العالمين طبعاً. يعني هي يعني حالات النجاة أو غير النجاة. لهيك إذا بالتعامل يعني لما بيكون في أطفال بالمنزل وبهيك طبعا حادثة أيضا من الإجراءات التي يجب اتباعها، يعني كيف نحن بدنا نحمي الأطفال؟ هل صحيح أنه مباشرة بدنا نحملهم ننزل فيهم على المداخل أو الدراج؟ وفي ناس بتقول لك الدراج أول شيء بيهبط بالبناية، في كتير أقاويل، في كتير تساؤلات يعني، لكن شو الأصح أنتم ك يعني الدورات اللي عم تاخذوها كالدفاعات المدنية لحتى نحن نتخذها؟ هلاق الدرج، لا الدرج هو أقوى شيء بالبناء لأنه كله باطون وما في أبدا بلوك، فنحن بنصنفر الدرج أنه هو قوي جدا. إذا أقوى شيء هو شيء اللي وقع مو الدرج، اللي وقعوا كانوا عم يوقعوا البسطيات عند البسطيات تماما. من شان الأطفال، الأطفال أخلاق أخلاق يعني يحبز الأخلاق، أفضل شيء الأخلاق. موضوع الزلازل ياخذوا الزوايا بالبيوت، إذا هلا في أبنية تأخرت لنزلت، في أبنية ظلت أكثر من دقيقة، والعلم إنه بالبيوت أنا كتير بعرف عالم حتى شفناهم، في عالم كانت مثلا مثبت الخزانة، واقع الخزانة عليها إنه هو كان حاس بالزلزال وكان في بيطلع بس ما طلع، لأنه بصراحة نحن ما عندنا خلينا نسميها استراتيجية كوارث. ما يعني احنا ما توقعنا إنه أنا برجع أقول لك، أنا كشخص كنت اضحك لما تهز الكاسي انه لك انه والله عم تهز الكاسي اسمها مين حس فيها. اما هلا الحرب والتفجيرات مختلفه يعني هون الحرب طبعا مختلفه، لما كنا نتعرض لهزات التفجير او حتى نتعرض لمثلا ممكن خلينا نقول هدم لبنى تحتيه لبعض مؤسساتنا ولبعض بيوتنا ومنازلنا. مختلف تماما. اثنين، نحن هلا العالم استاذ عايشي برعب كثير انه احنا بده يصير زلزال بكره او بعد بكره، ما حدا قادر يتنبأ بالزلازل، ما حدا في بيعرف، يعني دول عظمى مصر فيها زلازل وما حدا ما يعرف فيها. نحن علينا فقط مثل ما عم نذكر سيادة المقدمة التوعية، في حال لا سمح الله رجعت تكررت هذه الحادثة شو لازم الأشخاص يعملوا ضمن بيوتهم، كيف لازم تكون الإجراءات حتى قبل يعني جرة الغاز تتسكر، وهيدا شيء كتير مهم. بشكل مختصر تفضل. نحن ببيوتنا أول شيء قبل ما ننام لازم نسكر جرة الغاز، هي أساسية سواء مشان الزلزال أو غير الزلزال، بشكل عام مشان تسريب يعني الغاز طبعا. الوقود يكون خارج البيت، نحن كثير احيانا تاخرنا بالانقاذ نتيجه وقود، ممكن في وقود قبل ينفجر بس ممكن ياثر على الاليات، ممكن ياثر على الاشخاص لما تفوت، في عندي انا طواقم فات لجوا كانت رح تختنق يعني انا فات العنصر لجوا قال لي انا رح اختنق بدي شيء، فبعثنا له جرد الاكسجين لانه ريحه الوقود الطالعه كثير قويه وخاصه البنزين كثير قوية والتنر والشغلات هذه والدهان، فنبعث له فهذا المواضيع متأخر موضوع انقاذ. اثنين، في حال صارت هزة الطوابق القريبة تأخلي الفوق على السطوح ما فيهم مباشرة على أقرب زاوية ياخذوا الحجم الأصغر لإلهم، إذا معهم أطفال وما حسنوا يطلعوا يحطوا أطفالهم بحضنهم لأنه الطفل يعني بضل طفل يعني غير الكبير، حطوا بحضنه وتحضنه ويحاولوا قد ما فيهم ما يغيروا موقعه من البيت، مثلا ما يتحركوا تماما، مثلا هاي الشقه مثلا رقم 4 ما يروح الجيران يتخبوا عند الشقه رقم 2 لانه هيك انا بس بدي فوت بدي ادور على ناجيين، بدي ادور على اساس انه هذا البيت في 4 اشخاص. لما انا عم ضيع وقتي بهذا البيت وما في 4 اشخاص وبالجهه الثانيه كنت عم متاخر بعمليه الانقاذ، ما فينا عم نتكهن انه هن راحوا انتقلوا على جهه ثانيه. في كثير عالم نحن ضيعنا وقت 4-5 ساعات نحن مندور انه هون في اخشى متفاجئ انه هو ما كان بالبيت، كان زهران بمكان ثاني. هي من الشغلات اللي عاقت كثير عملنا انه الاهالي ما خبرتنا انه العائله كلها توفت، يعني زوجته واولاده هن بيعرفوا انه كان زهران بمكان ثاني، هو ما اجى خبرنا مثلا او راح على المشفى تدور على عائلته او على اولاده فتاخر الموضوع. طبعا هي كثير صعوبات بتواجه لانه مثل ما ذكرت هي كارثه مفاجئه يعني غير متوقعه، وبده يكون مباشره تدارك هذا الموضوع باللحظات نفسها. اذا بدنا نحكي بالختام هلا لاي يعني مرحله وصلتوا بالشغل بعملكم؟ هل انهيتوا كل العمل؟ العمل يعني فينا يعني عمل مستمر، والوضع انه بده وقت لانه في ابنيه ما تنزل مهددة انه تنزل، انه بجوز عم تشتغل اللجان، نحن موجودين باماكن الاحتمال يكون استا فيها جثث لانه في عالم مهجره من غير مناطق
وقعدت مثلا في بناي مثلا بنفس اليوم اللي سكنت بالبناي نزلت البناي، فالجيران والاهالي ما بيعرفوا انه كم شو عدد الاشخاص انه هذول جداد او ما بيعرفوا عنهم. فنحن بدنا نضل نبحث وبتأني بكثير مناطق ما نبحث وكله شغال لسه موجود فيها، ما في توقيت لحتى ننتهي، ما في توقيت، بدنا نضل استنفار. قابلية الحياة للناجين صارت شبه معدومة، لأنه اليوم تقريبا السابع أو الثامن اليوم ما بتوقع أنه ممكن يكون حدا عايش. فنحن بندور حاليا على جثث ومنضل الصحاطين احتمال أنه يكون في أرواح أرواح، لأنه شفتوا من أربعة أيام نحن طلعنا اثنين أحياء متواجدين ببناية الريحاوي. صح تماما، ووضعهم كان أنه منيح منيح، المرأة مصابة، الشاب ما في شيء أبدا، سبحان الله يعني سبحان الله، كان معجزة. صحيح كانت عن جد كانت تقول أنه نحن هذا البناء يلي تهدم بالكامل، متوقع أبدا. الشرطة بدي أحكيها موضوع الإشاعات، حرام نحن ما نضيع وقتنا بغير شيء. يعني أنا مثلا عم يحكي معي أحد الأشخاص أنه في بناية الغزالات في وحدة متواجدة وحكت هاتف أنه على الشام أنه هي متواجدة. صحيح، بناية يعني الغزالات إلى أكثر من أربعة أيام صارت مثل الأرض. والبنت اللي عم يحكي عنها أنا شلتها بإيدي وأخذت يعني جثتي على المشفى. يعني صارت العالم تبث إشاعات ما تلهينا عن عملها الأساسي. في كذا إشاعة، هي إحدى الإشاعات. صح. في عالم على الفيس كمان ما تنشر أنه والله أنه بالمكان الفلاني أنه عالم ما تستنجد وتحكي. نحن وفي أصوات مسموعة طبعاً، وفي كتير نحن كدفاع بدني بالعكس الاجتماعي. نحن مندور على صوت لحتى ننقذه طبعا، وحرام يعني هيك بتعيق عملكم طبعاً. بتعيق إنقاذ أرواح، يعني الإشاعات الكاذبة، البلاغات الكاذبة، حرام يعني أنه مثل ما ذكرت ممكن على حساب أرواح يعني موجودة انكم تسارعوا لمكان ومكان لا. امبارح على الفيس كمان نفس الشيء، جينا إشاعة أنه في بيت، أنه في عالم، وأنا بعرف جبت المختار وجبت سكان إنه هو ما في، إنه هون ما في، متأكد ما في. طبعا في كثير عالم تعاونت معنا من غير دول، مثلا معهم كلاب بتخص هذا الموضوع، الأصدقاء الروس أو حتى لجنة الإمارات كمان. نعم. معهم طبعا كان في كثير إجوا لهوني بس قدوا ما في شيء، بس ما هيك اليوم ما نبحث تماما، ما نبحث تماماً. اكيد نحن لكم يعطيكم الف عافيه، لجهودكم المبذوله، ويعني ان شاء الله هيك بهيدي الهمم اللي عم نشوفها بتخفف المصاب عن كل الاشخاص اللي فقدوا احبه بهيدا الكارثه. شكرا لوجودك معنا سياده المقدم علاء مبارك، رئيس وحده جبل الدفاع المدني، شكرا لحضرتك. اهلا وسهلا فيك. شكرا لكم، يعطيكم الف عافيه، والحمد لله على سلامتكم. الله يسلمك، شكرا لكم، واجبنا.